السلام عليكم، مرحبا بكم في منصة يوب. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. تعتبر السدود المائية من أهم المشاريع التي يتم إنجازها داخل الدول، ويبقى الهدف من بنائها هو تزويد المدن والقرى بالماء الصالح للشرب وري الأراضي الزراعية وتوليد الكهرباء. في هذا الفيديو سنقوم بترتيب أكبر 5 سدود في شمال إفريقيا، لكن قبل مشاهدة هذا الفيديو أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديد الفيديوهات. في المرتبة الخامسة، سدوة دكعام في ليبيا. يقع في منطقة كعام، وهي منطقة ساحلية تمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويبعد ب 140 كيلومترا عن مدينة طرابلس. ويعتبر سد وادي كعام أكبر سد ترابي في العالم، وهو عبارة عن بحيرة ضخمة من مياه الأمطار بين الجبال والأحراش، تصل طاقته الاستيعابية إلى 60 مليون متر مكعب. لكن مع الأسف يعاني هذا السد من تغيرات مناخية وموجات جفاف متتالية التي تهدد السد بالزوال. في المرتبة الرابعة، سد سيدي سالم في تونس. يعتبر سد سيدي سالم أكبر سد مائي في تونس، يقع على واد مجردة ويبعد بحوالي 8 كيلومترات عن مدينة تاسور. تم افتتاحه عام 1982، تصل طاقته الاستيعابية إلى 643 مليون متر مكعب، ويسمح بري 38,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وينتج 40 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية. في المرتبة الثالثة، سد بني هارون في الجزائر. هو من أكبر السدود في الجزائر من حيث المساحة، يقع في ولاية ميليا في شرق الجزائر، ويمد 6 ولايات بالماء الشرب، وتصل طاقته الاستيعابية إلى مليار متر مكعب. ويعد هذا السد من أهم ما أنجزت الجزائر منذ أن استقلت من الاحتلال الفرنسي سنة 1962، وقد استغرق إنجازه حوالي 30 سنة، وتم إنجازه من قبل شركة إسبانيا. في المرتبة الثانية، سد الوحدة في المغرب. هو أكبر سد في المملكة المغربية، وهو من بين أكبر السدود في إفريقيا. يقع سد الوحدة في إقليم تونت شمال المغرب، تم بنائه على يد الملك الحسن الثاني، وتصل طاقته التخزينية إلى 3,800,000,000 متر مكعب. في المرتبة الأولى، السد العالي في مصر. يقع السد العالي في مدينة أسوان، وتم بناؤه على نهر النيل، وقد تم افتتاحه سنة 1971 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو من أكبر الإنجازات في هذا الوقت. ويعد السد العالي من أكبر السدود في إفريقيا وكذلك في الوطن العربي، ويصنف من بين أكبر السدود في العالم. تصل طاقته التخزينية إلى حوالي 169 مليار متر مكعب، ويمتد إلى 22 كيلومترا، ويصل عمقه إلى حوالي 90 مترا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.